السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اهلا بالانيقات الجميلات، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال، تنسيقات عصريه جديده وانيقه. فاذا كنتي مهتمه بموضوع الموضه ما عليك الا تنضمي لهذه القناه بس يوصلك كل جديد. فمعنا هذا لونسومبل، هذا كما كتشوفوه معايا في هذا اللون لي جوزال. شوفوا معايا الخياطه ديالو كي كتجي رائعه وسامبل، يعني بسيطة. فانا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد البيسات هادو وهاد التنسيقات هادو. شوفوا معايا هاد لونسومبل، هذا كيجي عند الكتاف والطريقه ديال الخدمه ديالو كذلك. شوفوا معايا جاي واحد النبات في الجنب الاخر، كيجا غزال ما شاء الله. وهذا اخر نوعيه اخرى اللي كتجي في هذه النوعيه ديال اللباس، كتجي كذلك كتجي مريحه في اللبسه ديالها. وكما كتشوفوا معايا هذه النوعيه اخرى ديال اللباس بالنسبه للسيدات المحجبات، كتجي انيقه في هذا اللون. هذا شوفوا معايا الخدمه ديالو كيفاش مخدوم، ومعايا لبساتو، لبساتو مع البنطلون بيض ودارت مع كذلك الفولار بيض. شوفوا معايا الخدمه ديالو. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه هادي كيفاش مخدومه. وهاد النوعيه هادي تاع هاد اللباس هذا كيفاش كتشوفوه معايا، شوفوا طريقه الخدمه ديالو بلانسانتيغ ديالو. وشوفوا عند الجياب كاين واحد النبات ديال العقيق. شوفوا معايا لبسته مع البنطلون بيض ومع فولار بلوغوا، كي جات لبسه غزاله ما شاء الله. وشوفوا معايا هاد النوعيه اخرى ديال اللباس اللي كتجيب بالتنوره. شوفوا معايا، شوفوا معايا الخدمه ديالو كذلك. فهنايا اللوين لبساتو مع فولار موطارد ودارت معاه كذلك واحد صبيبيط لواب موطارد حتى هو كذلك. شوفوا معايا هنايا، فلا فيديو هنا كتقربكم اكثر لهاد اللبسه هادي كيفاش ملبوسه وكيفاش مخدومه اكيد. فكنتمنى تكملوا لا فيديو حتى الاخر باش تعرفوا على الجديد ديال هاد التنسيقات هادو. وهنايا كيفاش تلبسوا لي بونطالون اللي هما واسعين ومعاياش تلبسوهم. فهنا واحد مجموعه ديال التنسيقات، شوفوا معايا هنا بونطالون واسع معاياش لبساته. ومعنا هاد لاشوميز هادي حتى هي اللي كتجي غزاله ما شاء الله. شوفوا معايا الخدمه ديالها، شوفوا معايا الخدمه ديال هاد لاشوميز هادي كيف دايره. شوفوا معايا كيفاش مخدومه، فجات زوينه في اللبسه ديالها. شوفوا معايا هاد الغوبه هادي كيف جات مخدومه كذلك، جايه مقبوطه في اليدين وبلا سانتور ديالها. فهاد النوعيه تاع اللباس كتجي مريحه في اللبسه ديالها. ومشو هاد التنسيقه هادي، شوفوا معايا بالنسبه للسيدات العاشقات اللون الاسود، شوفوا معايا كيفاش مقبوطه في اليدين وكذلك بلا سانتور ديالها كيفاش مقبوطه وبالتنوره ديالها. شوفوا معايا فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد هاد اللبسه هادي. وشوفوا معايا هاد التنسيقه كذلك، شوفوا معايا كيفاش مخدومه كذلك كيفاش مفصله. فلا فيديو هنا كيقربكم اكثر لهاد النوعيه ديال اللباس. Thank you.
شوفوا معايا هاد لاشوميز هادي كذلك معايش لبستها مع الفولار خضار، ودرت معاها مع بونطالون كذلك في نفس الكولور ديال الفولار. وشوفوا معايا هادي كذلك هاد لاشوميز هادي كيفاش مخدومه، فهي جات غزاله ما شاء الله، كتحمق في اللبسه ديالها وجايه مريحه في اللبسه كذلك. شوفوا معايا البنطلون اللي درت معاها، وكذلك هاد التنسيقه هادي اللي جايه غزاله ما شاء الله في اللبسه. فانا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسات هادو، هادو هما لي كولور اللي فيها. شوفوا لهاد لاشوميز هادي كذلك كيما كي جات في الخديمه ديالها، شوفوا معايا عند اليدين كيفاش هي الخديمه ديالها، في الصدر كذلك كيفاش دايره الخديمه ديالها، وبالطنوره ديالها في اللون الاسود. وهنا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود وكيبغوا يلبسوا لي بونطالون بلون الاسود ولا لاشوميز، فهنا بعض التنسيقات اللي تقدر تساعدك على اللبسه اللي غادي تلبسيها. شوفوا معايا هاد اللبسه هادي، فنفس لاشوميز لبستها مع التنوره، وهنا كذلك نفس لاشوميز ديال لونسومبل الاولاني لبساتو مع البنطلون جين. وهنا كذلك فهنا بدلات فقط البنطلون ديالها اللي بدلات، وهنا كذلك فنفس لاشوميز تقدري تلبسيها مع هاد اللوين كذلك ديال البنطلون، وهنا نفس لاشوميز كذلك تقدري تلبسيها مع هاد لافيست هادي وتبدلي اللوك. وهنا كذلك فنفس لاشوميز لبستها مع هاد لاكولور ديال هاد البنطلون، دارت معاها نفس الفولار. فهنا بعض التنسيقات اللي تقدر تساعدنا في لبسات ديالنا. وهنا كذلك لبسات معها التنوره بالبيض، وهنا نفس لونسومبل فقط بدلت لي غير الشكل ديالو. وهنا بعض التنسيقات ديال اللباس بالنسبه للسيدات المحجبات. ومشو هاد اللبسه هادي كذلك كما كتشوفوها معايا، شوفوا معايا الخدمه ديال التنوره ديالها، وكذلك لاشوميز كيف جايه مخدومه. ومشوا هاد الكسيوه هادي اللي كتجيب هاد الخديمه هادي، شوفوها معايا فجات واحد الخديمه زوينه في من الفوق يعني حتى الاسفل بالعقيده ديالها، وجايه مقبوطه في اليدين شوفوا معايا. وكذلك هاد اللبسه هادي شوفوا معايا الخديمه ديالها كيفاش جات، فهي سامبل في الخدمه ديالها وغزاله في اللبسه ديالها. وهنا بعض الاخطاء بالنسبه للسيدات المحجبات، فهنا كنصحكم تعتمدوا على البنيات بالالوان مفتوحه. وهنا بالنسبه لهاد العبادي كما كتشوفوها معايا، فهي جات بلا سانتور واعره ومقبوطه كذلك في اليدين، وجات كلوش من الاسفل. ومشوا هاد اللبسه هادي اللي مطلوبه بزاف هاد العام، شوفوا معايا الخديمه ديالها كيفاش مخدومه، مقبوطه من اليدين. شوفوا معايا كذلك الكتيفات والطنوره ديالها. فهنا لا فيديو كيقربكم اكثر لهاد اللبسه هادي. وهنا بعض فساتين بالنسبه للمحجبات، فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب،